انعقد يوم الخميس 4 أغسطس 2022 بقاعة الاجتماعات بعمالة سيدي بنور الاجتماع الشهري للجنة الإقليمية لتتبع برنامج أوراش. الاجتماع الذي حضره السيد عام الإقليم سيدي بنور ورئيس المجلس الإقليمي وبعض رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء الجمعيات المشرفة على تسيير البرنامج. سيدات السيدين حضر الكريم، لكن أنا أستدير المنابع العلمية وكانت الشماعة التي قلت إن شاء الله في إطار اللجنة الإقليمية لتتبع مشاريع أوراش. كما تعلمون هذا المشروع الذي تي لونسي بار الغوفرنمون إلى عدد غوموغ، دونك نحن مرغومين اللجنة هذه تجتمع على الأقل مرة في الشهر pour la mise au point des machines et en même temps c'est un bilan d'état. On fait un bilan d'état et adresser, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas avec l'ex. Donc, il y a une question que j'ai dit, c'est que c'est le PV, où j'ai mené un bilan d'état et nous sommes. Donc, tout à l'heure, on va aller avec lequel il y a un CGO à dire, je te dis, je vais aller. Je suis conseillé, je suis conseillé, je suis conseillé, سيد عام الإقليم، سيد رئيس المجلس الإقليمي، سادة رجال السلطة، سادة رؤساء الجماعات الترابية، سادة رؤساء الممثلين الجمعيات الشركة، الحضور الكريم. في أشغال هذا اللقاء يشرفني ويطيب لي أن أتقدم بعرض الاجتماعات اللجنة الإقليمية بشكل دوري، واللي في الحقيقة احنا منه من خلال تتبعنا يعني المداخلات ديال السادة رؤساء الجمعيات استطعنا اننا نعرفوا المراحل فين وصل هذا البرنامج هذا. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين وشعيب قدرحة رئيس جماعة ولاد سبيطة. شكرا لكم كمنبر اعلامي دكالة 24 على حضوركم اليوم وتغطيتكم لهذا الاجتماع الذي انعقد بتاريخ يومه في اطار الاجتماع الشهري للجنة الاقليمية لتتبع برنامج اوراش. هذا برنامج اوراش كيف كيعرف الجميع واللي ما فيها بس اننا نذكروا بالمحاور ديالو من خلال هذا اللقاء الاعلامي معكم. المحاور ديال برنامج اوراش كتتعلق بمحور الدعم التربوي والمستويات الاشهاديه وقد تم توقيع 6 اتفاقيات، محور صيانه المنشات العموميه وقد تم توقيع 7 اتفاقيات، محور تكوين وتقويه القدرات وقد تم توقيع 5 اتفاقيات، محور التنشيط والتاطير الثقافي والريادي وقد تم توقيع 7 اتفاقيات، محور النظافة والتزيين وصباغة الواجهات والأرصفة وقد تم توقيع 25 اتفاقية، محور تسييج بعض المؤسسات التعليمية وقد تم توقيع اتفاقية واحدة مع جمعية منتجي الشمندر، وأخيرا محور تسييج وتهيئة المقابر وقد تم التوقيع على 22 اتفاقية. باختصار اللي بان اليوم من خلال هذا الاجتماع ومن خلال الكلمة ديال رؤساء الجمعيات اللي مشرفين على تسيير هذا البرنامج، فكيبان بأن الأمور الحمد لله غادي في الطريق الصحيح، البرنامج غادي في اتجاه أنه يتحقق من خلاله الأهداف المسطرة والأهداف المتوخات اللي هي خلق مجموعة من فرص الشغل لمجموعة من الشباب أو مجموعة من الناس الذين تضرروا من الجائحة أو أن ليس لهم أي تكوين يسعفهم أو يمكنهم من الاندماج في الشغل في سوق الشغل، علاوة على أن بعض الناس اللي كانوا كيستافدوا من فترة العمل في فترة الصيف فهذه الفرصة ما تتاحش لهم وبالتالي كيغطيها هذا البرنامج. إذا الحمد لله كيف قلت الامور غادي مزيان، نطلب من الله سبحانه وتعالى انه يكمل بخير. تم اطلاق برنامج اوراش الذي يهدف زياده على توفير المده المحدده والاعداد لسوق الشغل ووضوح فرص العمل المتاحه. وبعد تم تحديد البرامج والمشاريع المسمى لمجال الزراعه في بلاد الاقليم، تم الاعلان عن فتح طلب العروض الخاص بجبهه المؤسسه التعليميه وقد تم توقيع اتفاقيه واحده مع جمعيه منتجي الشمندر. محور التسييج وتهيئه المقابر وقد تم توقيع 22 اتفاقيه مع جماعه ترابيه. تجدر الاشاره الى ان المجلس الاقليمي عقد مجموعه من الاجتماعات التنسيقيه لفائده جمعيات الشركه والمصالح الخارجيه لبسط اهداف هذا البرنامج وحث جمعيات على ضروره التقيد بمصدر التحملات ورفع التقارير. وبدا مجموع المناصب الشغل التي تم ادماجها الى اليوم في اطار البرنامج 986 منصب من اصل 2255 منصب. وفي الختام اتقدم بجدير الشكر والامتنان للسيد العامل على موكلته لنا لهذا البرنامج ولكافه المسجلين. شكرا.
لقاو مشاكل مثلا في الماتيريال، يعني الماتيريال المعدات الرياضيه كنلقاو فيهم مشكل، لان الشساعة ديال الاقليم والشساعة ديال حدين المواقع دائمه ديال التدريب، وكتحتاج بزاف ديال المعدات. ما كاين حتى شي مشاكل، جميع الشركاء او الناس اللي القطاع الراسيه كنديروا الدعم التربوي، صيانه المؤسسات التعليميه، طبخ الاوراش ديال المقابر، التسييج ديال المقابر، والاوراش ديال التزيين ديال الارصفه ديال الوالديه والجابريه والطل. جول الاتفاقيات تمت بنجاح بشراكه مع المصالح الخارجيه، حيث نقول تم الانجاز ديالو بجيد باكثر من 100%. السلام عليكم. لا جميع الاوراش. عندنا دعم تربوي، كاين تسييج المقابر، كاين تزيين الواجهات، كاين المسرح، كاين البالوعات والبحث والكشف عن التسريبات ديال. ما لقيناش شي مشكل، بالعكس لقينا داكشي مزيان وكلشي داز مزيان. أغسطس 2022، حنا الحمد لله الامور بهذه الساعه غاديه مزيان. حنا كنتصادروا دابا الان غير توفر السلعه، خطنا اتصال مع الشركات ديال الزويد المواد الاوليه، وان شاء الله الامور غتكون تمشي بخير وعلى خير ان شاء الله. ولكن باقي ما واحد باقي ما ماشي الهدف هو التقيه، الهدف هو التسييج ديالو، ما غنديروا لا دراسه لا يدي كيخدموا. كما تيبنيو ذاك العملاء الباديه، غيتحفروا الساس ودوزوا داك الشيء ودوزوا واحد المتر ونص على الظهر المقبره، وهذا الشيء اللي كاين الله يجازيكم بخير. الجمعية كتشتغل على برنامج دعم تربوي مستوى إعدادي. البرنامج اللي حد الساعة غادي مزيان، الحمد لله ما كاين لا مشاكل لا عوائق لا حتى شي حاجة، الحمد لله وشكرا. صيانة المؤسسة التعليمية عطاونا 10 عمال، كندخلوا المؤسسة على حساب هذاك الوقت اللي عطاتنا المديرية، ما كيقدناش في المؤسسة، يعني المؤسسة خاصها عطاونا 6 أيام في المؤسسة، كندخلوا المؤسسة بالنسبة للصباغة ولا بالنسبة لإصلاح الكهرباء أو الماء، ما كيقدناش هذا الوقت. هنا فين كاين الإشكالية، وعندنا 16 مؤسسة في هذه الفترة ديال 4 أشهر، وشكرا. لا اللي بغا يدير شي خدمة، لكن بغا نصبوا 5 أقسام نصبوها 2 مزيانين، لكن بغا نصبوا 10 مؤسسة نصبوها 5 مزيانين، ونسمو بالله درنا عمل مزيان. دونك لهذا نسق معاهم التنسيق الله يجازيك بخير، انت وهاد المدراء ديال المؤسسات، ولا خص حتى شويه تسعه ولا شي حاجه في اطار هاد المهنه المنتجه شنو يمكن لها تشرى، لا خص شي سبابها ولا خص بعض الروبينيات ولا شي حاجه، ديروا لي بوزوان اللي ما قدرش المدير ديال المؤسسه توفرا ولا المديريه ديال التعليم توفرا، نشوفوا كيفاش نقتنيوها من جمعيه المنتجه شنو دريك اسي بعض الروبينيات ولا بعض البولات ولا شويه تسبابها وداك الشيء. داكور تاع رؤساء الجامعات، لان المدرسه هي شان ديال الجميع. داكور جمعيه كاين الارث، كاين رؤساء ديال المصالح ورؤساء الجمعيات، جمعيه كاين الارث، جمعيه فنيه ثقافيه تهتم بالمسرح لاستنتاج من هذا البرنامج هذا، وعندنا 6 ديال المستفيدين اللي توجهوا على أربعة ديال الجماعات الوليدية، سيدي بن مور ولاد عمران والعونات. الحمد لله الأمور غادا مزيان، والناس المستخدمين اللي استافدوا من هذا الورش هذا يعني قربوا يكملوا ويديروا الفرد الثاني، وغندخلوا إن شاء الله في الدرس الثالث. لحد الآن الورش غادي بشكل يعني رائع، لحد الآن كل شيء تقريبا كيستافدوا. التعليم اللي دا حصة الأسد، ولكن التعليم هو كلشي، ما كيمنعش منا ان الله يجازيكم بخير. رؤساء الجمعيات دابا مع السيد رئيس المجلس التقني ومعنا رابيك انت كدير السكرتارية حسين بلا ديتا، وهو هادشي اللي تنجز كابريزون مني ديمارا، شحال اشنو تنجز، شحال خدمو ديال الناس، وش هي النتائج اللي كانت.